أستاذ عدي أقول أنه عملية التظاهرات أن تمنع الانتخابات قضية غير واردة حقيقة، لأنه مناطق التظاهر هي مناطق محددة وبها إجازات مسبقة يعني، وأكو فرق بالأيام يعني، التظاهر هناك دعوات للتظاهر يوم الجمعة، وما بين الجمعة ويوم الانتخاب عدة أيام يعني، هنالك مجال واسع للناخب أن يخرج ويدلي بصوته، وبالتالي هي لا تقطع الطريق أمام الناخبين في أن يؤدوا انتخاباتهم. الإشكالية لو حدثت تلك التظاهرات قرب محطات انتخابية، وهذا شيء شبه مستحيل، لأنه إحنا نتحدث هنا عن ما يقارب يعني 7000 محطة انتخابية، من الصعب تغطيتها بمظاهرات أو إغلاق مداخلها إلا إذا كانت أفراد مسلحة ممكن أن تقوم بإغلاق تلك المحطات. هذا من جانب. الجانب عملية سيطرة على الانتخابات مجالس المحافظات حقيقة غير واردة، لأنه إحنا لو نلاحظ الإطار اليوم انقسم إلى عدة يعني عدة مجاميع سياسية أو عدة قوائم، يعني تحالف نبني للأساس العراقي، يعني دولة القانون، وهنالك شو اسمه يعني قوائم أخرى، بالتالي هم غير متفقين في قائمة واحدة حتى يسيطر الإطار. أصلا هنالك اختلاف كبير بين بعض قادة الإطار من الجانب السياسي يعني، والأداء السياسي كما شاهدناه بالمرحلة القادمة. نعم. لكن أنا أعتقد أن هنالك ستكون سيطرة كبيرة وعدد كبير يعني لقائمة السيد الحلبوسي يعني رئيس البرلمان السابق، لأنه أنا أعتقد أنه كل ما دار هو كان يصب بصالح السيد محمد الحلبوسي، واعتبر باعتبار دعاية استهدافية له، وبالتالي أنا أعتقد حتى هذا الموضوع محسوب بدقة. طيب. وعملية مطالبة مقاطعة انتخابات داخل بغداد وبعض المحافظات سيذهب جنيها إلى السيد محمد الحلبوسي في قادم الأيام.